وأقبل علينا رجب بخير، وبارك لنا في رجب في كل ليلة من لياليه، في كل ساعة من ساعاتك لكل فرد منا صغيرنا وكبيرنا، بارك لنا في ذلك يا الله يا الله. مما يعرض عليك من بضاعات ربك ودلالة نبيك صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار في رجب، كثرة التوبة، تحقيق التوبة إلى الله. ومن الاستغفارات القرآنية: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونحن نحتاج نلح بها ونكثر منها ونلح عليك: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبنلح على الله، لكن متحققين بطلب الغفران بتحقيق التوبة من قبل ما يدخل رجب. إيش باقي عندك من الذنوب ذا اللي يلعبك في شيء من أعضائك وقلبك؟ تزحزح عن الذنوب، فر منها، توب إلى ربك جل جلاله واصدق مع الله سبحانه وتعالى، واستقبل رجب بخير حال.